احنا من هذا التقرير ننتقل مباشرة للرياضة ونتكلم بتأكيد عن كثير من المواضيع المختلفة والمتنوعة لها علاقة بالشأن الرياضي. سعيدين ونرحب بضيفنا داخل الاستوديو الزميل محمد الجزولي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك ومرحبا بك إيمان وزميل معتصم وصباح الابتسامة على كل مشاهدي قناة الشروق. آمين. الابتسامة من امبارح طبعا. من امبارح. نعم طبعا أكيد. مبتسمين. مبتسمين بالنتائج الجميلة امبارح. نعم شكرا. أنا بلعب باسم السودان يعني. كلام سليم. أكيد أكيد. بالأمس المريخ انتصر على الاتحاد العاصمي الجزائري بأربع أهداف. يعني نحن ما بنقلل من شأن المريخ ولكن الاستعداد كان ليس بمستوى استعداد اتحاد العاصمة الجزائري. لعب 20 مباراة. المريخ 3 مباريات كلاسيكو المريخ والهلال بأبو ظبي. المريخ خارج من موسم وداخل في موسم. يعني في كثير من الأشياء والشواهد اللي بتدل على أنه المريخ يعني النتيجة كانت مفاجأة. صحيح. أول حاجة دعونا نبارك ونهني أسرة نادي المريخ، جماهير ومجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني على هذا الانتصار الكبير. أفتكر إنه المريخ ما تقليل من شأن المريخ. المريخ نعم. المريخ فريق كبير صحيح باسم اتحاد العاصمة. يعني نحن دائما مرات ما بندي حقنا للأندية، يعني أنديتنا ما بنديها حقها. نعم. ممكن كرة القدم ممكن مفاجئ للناس كلهم، حتى المحللين في أبو ظبي قالوا كذب المحللين وصدقوا. نعم. ما يعني شنو انت بتتكلم عن كره قدم مرات فيها المفاجات. يعني اتوقع نعم. في كره قدم يعني كره قدم بتلعب وين؟ في الميدان 90 دقيقه يعني. نعم. اتحاد العاصمه فريق مصدر الدوري الجزائري بفارق 7 نقاط، لاعب 20 مباراه، اكثر جاهزيه من المريخ. المريخ هذا الانتصار جاء في وقته تماما. نعم. المريخ بيعاني من عدم استقرار. صحيح. المدرب بيعاني من نقد متواصل. نعم. في كل في الصحف في الإذاعات في مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيونات يعني كلهم يعني جمهور المريخ منقسم حوله. نعم. حتى الإعلام بقود حملة، بعض الإعلاميين في المريخ بقود حملة وتعبئة ضد المدرب. نعم. افتكر المدرب انتصر يعني انتصار كبير جدا غير متوقع جاء في وقته حيساهم في استقرار المريخ من كل حتى يعني بعد داء تتغير النغمة تجاه المدرب، الناس حتقبل محل إشادة، ودي حاجة مهمة جدا للمدرب لأنه كان بيعاني من ضغوط. لأنه ضغوط المدرب إذا لا قدر الله حصل لأي شيء من مباراة النتيجة كانت غير الأربعة دي، وما في توقع متوقع أربعة، حتى المدرب نفسه ما متوقع أنه ينتصر بأربعة أهداف. دي بتساعد في استعراض المريخ. المريخ كان يعني عنده مشاكل حتى على مستوى حتى يعني في نزاع بين الاتحاد مع حتى المشاكل القانونية. أفتكر الناس حقه تجيب في الحته دي. يعني سليم. انت ما كل مره نادي كبير كل مره تكون مصدر بتاع ازمه يعني. نعم. يعني ممكن فئه جزء من النادي جزء من يعني ناس منتمين للنادي في الاعلام وفي الاداره واخطاء بنقوده دائما بيركزوا على الشكاوي بخلوا الكره بتلعب في الميدان يا جماعه الشكاوي ناس تركز. المريخ فريق كبير لا يقل وتفوق تفوق كبير يعني كبير. اصبح صحيح. حتى لما امشي مباراه الذهاب نعم. عنده اسبقيه نفسيه نعم. واسبقيه معنويه مع له ضغوط اربع اهداف لو خسر بفارق هدفين المريخ متأهل المريخ بهجوم قوي ده بيلعب فيه محمد الرحمن واحتمال عودة سيف تيري وبكر المدينة إنه حيسجل. نعم. يعني في النهاية المريخ أقرب للتأهل رغم إنه كرة القدم لا تخضع لله. أيوة ما فيها حاجة مستقرة. الناس ما كانت توقع المريخ إنه يفوز بأربعة واحد. نعم. برضو الناس ما كانوا مسؤولين. نعم. لك الهدف الجاف في السنة 23 كان بمسمى الصدمة. نعم. أدى المريخ أي شيء وشال من اتحاد العاصمة أي شيء. أي شيء. نعم. صحيح. حقيقة مبارح إحنا يعني بتيمنا يوم الأربعاء بالأمس كنا بنتكلم عن تحليل مسبق يعني عن هذه المباراة. تكلمنا عن جانب مهم له علاقة بالجماهير وإنه هل الجمهور ده ممكن يكون داعم حقيقي للفوز أو الخسارة، خاصة لما كنا بنتكلم عن المباريات السابقة الصفافير اللي كانت مزعجة جدا بشكل من الأشكال وتأثيره السلبي كان بيكون على الفريق. كيف كان أداء أيضا يعني احنا بنقول أداء اللاعبين والمدرب، الآن كيف كان أداء الجمهور بالأمس؟ حقيقة الجمهور قدم كل ما عنده من دعم يعني لعب حقيقة. كان اللاعب رقم واحد جمهور المريخ نحييه وقدم يعني ملحمة وساند الفريق وكل جماهير الكرة السودانية. نعم. عندما تكون المباراة خارجية مع فريق وفيها تحدي الناس كلها تلقاها مع بعض يعني. نعم. الكرة أصلا المفروض تكون في يعني جمهور يعني يهتم بالتشجيع يعني. ممكن في نقطة واحدة سلبية وافتكر انه ما تتكرر انه الفريق متقدم بهدف مخالفة ما بشكل خطأ بعيدة ممكن يعني تصرف زي ده من فئة يحسب على المريخ. نعم. افتكر نعم. الناس تنتبه يعني الناس الكرة دي كلها احنا قاعدين نشاهد ما في حاجة بتتصرف زي ده. انت فريق متقدم ما تأثر يعني انت لما ترمي حجر بتأثر نفسيا حتى اللاعبين ذاتهم بيحسوا بضيق وتوتر انت بتساهم في توترهم هم. نعم. بيقدموا في المباراة ده هم خلوهم في الميدان ومع الحكم اداك حقك دي مخالفات. نعم. ما انت ما الحكم مخالفات قانونية فعلا يعني يزول بعاين بطريقته وانت. نعم. الحكم بيشوف انه ده خطأ وانت بيشوف ما خطأ. نعم. نحدي القرار للحكم نحترم القانون نحترم الحكم ونشجع الفريق. نعم. الآن قاعد اتكلم وانت واحد من الإعلاميين الشباب الإعلام المريخي
يعني كثيرين جدا بيتكلم عنه لعب يعني معظمه لعب دور سالب قبل المباراة. صور المريخ بفريق أو صور المدير الفني بأنه ضعيف وكتابة ما شتاد عن الإغالات وحديث عن إغالة المدرب. أكيد ده بينعكس أثر على اللاعبين وعلى المدرب وعلى الضغوط حتى على الجمهور. يعني ما الجمهور تكلمتي سؤال كان جميل، الجمهور ما جاب الكمية المطلوبة لأنه في قرارات نفسه أنه هذا ما مدرب وأنه المريخ هيتهزم. أيوة. وده كله ليس بإعلام آخر إنه إعلام المريخ، مو معظم إعلام المريخ. دي ما هي مشكلة، يعني إحنا في السودان من عين للحاجات الصراع الإداري دائما بننقل الملعب، يعني أنت الجمهور مطلوب منك، يعني حتى لو المريخ في آخر يوم حتى بيتكلم عن المباراة وعن الجمهور وعودته وزلزال الملاعب والحاجات دي. أنت تتكلم عن المدرب، بيتكلم عن المدرب من صغير السن. ده إلا في السودان، يعني تتكلم عن السن في السودان. يعني ما في زول في العالم يتكلم عن السن المدرب صغير وكبير إلا السودان. بيقول لك بدون خبرة المدرب أثبت إنه مدرب ممتاز جدا. حتى في مباريات الموسم السابق كان في شكل المريخ، كان في شكل دائما يعني تكتيكيا ما في، حتى مباراة الكلاسيكو أيوة كلاسيكو المريخ في شوط ثاني تفوق، لكن في النهاية الكورة أثبتت امبارح إنه الشوط الكورة ما يستحوذ، الكورة أهداف. المريخ في الشوط الأول وجد خمسة فرص، سجل أربعة وده المطلوب. اتحاد العاصمة في الشوط الثاني لقى فرص أكثر من المريخ لكن سجل فرصة واحد وكان مستحوذ. ده الفريق، إحنا ما نعايل المدرب، ما نقلل من قيمته عشان إنه ما عنده خبرة أو يدرب في موريتانيا. ومدربين كبار جو المريخ والهلال ما حققوا حاجة، حققوا فعلا. العطاء ما محكوم بالسن أو خبرة المدرب وإدارته الحاجة ونجاحه، ما محكوم بسنه، محكوم بذكاء وقدرته على إدارة المباراة. عمره ما ووضع اللاعبين، اختيار التشكيل الأمس الحقيقة كان موفق جدا جدا في كل قراراته، حتى يعني في التشكيل اللي اختاره، في التغييرات، في إدارة المباراة. خلاص أنا لعبتها فايز في الشوط الاول باربعه، ما ممكن اغامر ثاني بالهجوم، انا حققت في الشوط كل حاجه. فهو حتى ناس يعني بيقول لك مثلا في الشوط في حتى بعد في مباراه لما فايز فيها بيتكلموا انه في الشوط الثاني ما كان، لا هو جاب اربع اهداف، وصل وصل للحاجه اللي عايزها، اربع اهداف يحافظ عارف عليها، تماماً يحافظ عليها. هو عارف تماما انه اتحاد العاصمه ده لاعب مباراه اكثر منه، جاهزيه البدنيه اكثر منه، ما ممكن جاي في الشوط الثاني خلاص اديهم الملعب يلعبوا وانا اقوم وانا اقفل منطقتي، اقفل اللعيبه بالطريقه الصحيحه انا في النهايه عشان ما يجي فيني اهداف. بالامس يا ايمان استاذ محمد امس يعني يمكن في الاستوديو التحليلي يتحدثوا عن هذا المدرب 39 سنه الشاب زبير بيا اللاعب التونسي الدولي الذي لعب في المانيا ولعب العديد، تحدث عن انه البطوله العربيه وليس المريخ كسبت مدرب شاب ممتاز. البطوله يعني يتكلم عن انه من مكاسب البطوله ظهور هذا المدرب الصغير الشاب ممتاز. اللي قدم نفسه بصوره جميله، ونحن هنا نتكلم يعني مليون محلل ومليون صحفي ومليون واتساب اي واحد شغال وعندها تاثيرات على الجمهور. اكيد يعني شوف حتى نحن دائما نعمل يعني حتى الاعلام بيلعب دور سالب، بيحاول ياثر على قرارات الاداره، بيطلع قرارات مسبقه يعني بعد كره الكلاسيكو عام زايد الناس تكلمت انه مجلس المريخ حق يوم السبت حيغرق مصير المدرب، حيقيله. انا نشيد بمجلس اداره نادي المريخ انه تمسك بالمدرب. صحيح. ما القرار قرار الاداره، نحن ما ممكن ده استقرار فني، انت لاعب بطوله المدرب ماشي معك كويس شكل الفريق كويس، ما في بطوله تتحقق بين يوم وليله. دائما انت داير زمن عشان تعمل اي حاجه. نعم. يعني انت حته دار تقعد فيها البيت دار تسكن فيه مرات ما تكون متعود على دار زمان فعلا تتأقلم حتى بيتك مداخل. فعلا أيوة. فعلا فالناس لازم يعني تصبر على المدرب، مدرب اثبت انه مدرب ممتاز جدا جدا. نعم. ما فيه كلام، ما بغل من قيمته ولا من يعني حتى مريخنا ما شاهدناه بهذا المستوى في ولا حصل حقق نتيجه كبيره زي دي. نعم. بفريق افتكر حتى تغيير يعني الفكره العام برضه المدرب ما خاف اصلا من اتحاد العاصمه لانه عارف اتحاد العاصمه تماما. نعم. استغل كل النقاط ضعفه ونجح في الاهداف الداري رسمها للمباراه. يعني يبقى احنا محتاجين حتى الحديث كان عن مساله لما كنا بنتكلم دائما معتصم في مساله الرياضه احنا نخرج كيف للمخرج المطلوب بالتخطيط، افتكر انه من الضروري جدا نفكر في المهارات مش نفكر في السن وفي التجربه. الزول ده عنده مهاره كبيره ومهاره مهمه شديد، فنتمنى والله ان شاء الله يعني بالابتسامه اللي كانت موجوده على يعني خلينا نقول كل السودان، ابدا ما بنقول انه فريق مريخ بس يا جماعه، انه بنقول ودي الحاجه اللي لازم نقولها دائما لكل المشجعين بانه احنا دائما بنتكلم عن السودان السودان. نعم. فكل التحايا زي ما بقول لي هذا المجهود الكبير اللي قام به وحقيقه المريخ بكل ادواره. احنا طبعا بالتاكيد كان عندنا مجموعه من الاخبار عن الهلال وعن الاستعدادات لكن تصدرنا اليوم طبعا الخبر الجميل، هذا الحدث الاهم ونتمنى المريخ يواصل لانه دي حاجه كويسه للكره. المنتخب الاولمبي فاز تاهل للمرحلة الثانية من تصفيات افريقيا لمباريات طوكيو 2020. الفريق الاول عاد بانتصار. نعم. شوف نحن في انتصارات، الانتصارات مهما كان هلال المريخ نحن في النهاية ده السودان الكرة السودانية بنعكس على الكرة السودانية. صحيح. انتصار نتمنى انه المريخ يواصل في البطولة العربية، الهلال يبدا بداية قوية في بطولة افريقيا واهلي شندي وهلال ابيض. الكرة السودانية بتحتاج لنهضة، بتحتاج لناس. نعم. تتكلم عن الايجابيات ما السلبيات والعصبية الناس بتتكلم عنها عن الكرة دي بتنعكس سلبيا، ما يعني هلال المريخ دي حاجة جوا برا. صحيح. دي نحن في السودان ده كلام سليم.
ونحن بنحييك كثير جدا الاخ محمد الجزولي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك كثير. يعطيك العافيه. وانا شاكر لك. اهلا وحبك حبيك. ومره ثانيه بنهني الجمهور المريخي في البدايه والمدرب واللاعبين ونعم كل الناس اللي امس كانوا وقفوا وقفه كبيره وعظيمه ونتمنى الانتصار لكره السودانيه ان شاء الله باذن الله تعالى. وصلنا معكم مشاهدينا لختام هذه الحلقه من صباح الشروق.